بكم إلى فقرة أنا أرى، والتي تعتمد في محتواها على المواد التي يرسلها إلينا المواطنون الصحفيون من أنحاء العالم من خلال تطبيق أنا أرى، والذي يمكنكم تحميله على هواتفكم الذكية. نبدأ من العراق مع هذا الفيديو الذي أرسله علي القيسي من كركوك عن استهداف ميليشيات حشد الشعبي لمنازل مدنيين وفق تعبيره. نتابع. ومن العراق أيضا وصلنا فيديو آخر من مستخدم آخر يظهر لحظة استهداف داعش لأحد ميليشيات الحشد الشعبي في جرف الصخر جنوب غرب بغداد. نتابع. لا. بعيدا عن السياسة، وصلتنا هذه الصورة لوادي الرم في الأردن من مستخدم لتطبيق أنا أرى اسمه خليفة. هذا الوادي يعرف أيضا بوادي القمر. نبقى في السياحة وننتقل إلى المغرب لسوق الفنيدق في طنجة، حيث تباع الهواتف المحمولة على الطريق. ومن ألمانيا وصلتنا صورة أيضا من علي سكاف تظهر طيورا بألوان زاهية، ووفقا لعلي لا تعيش هذه الطيور إلا في مناخ ألمانيا. ومن الخارطة ننتقل إلى الأردن وإلى البتراء بالتحديد، حيث احتج عدد من سكان المدينة على قضية بيع الآجل، والتي أضرت بمصالح الكثير من أبناء المدينة السياحية بحسب تعبير المرسل محمود مشالح. وتقول المعلومات أن هناك أكثر من 100 شخص متضرر من الشيكات المؤجلة. نتابع. نذكركم أنه بإمكانكم أن تصبحوا مراسلين لقناتي العربية والحدث من خلال تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكية، وسنستعرض أهم مشاركاتكم من خلال فقرة أنا أرى.